الروائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم، وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم السادس من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ العباقره عائلات بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 5720 نقطه في خزنه البنك الاهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. تعالوا نشوف عائلات مصر النهارده هيوصلوا النقط لكام. أول عائلة مشرفانا في الاستوديو أول مشاركة وكسبوا أول مباراة، حلمهم الوصول لدور الثمانية، من الخصوص محافظة القليوبية. رحب كلنا بعائلة أندراوس. هو ماتش النهارده يعني هيكون اصعب من الماتش اللي فات، باعتبار ان دور ال 16 بيكون افضل واقوى، والعيله اللي قصادنا هنا هي عيله متميزه جدا، ان شاء الله يعني نقدر نعمل ماتش كويس واداء كويس. تجربه العباقره بالنسبه لي تجربه جميله وممتعه، بغض النظر عن المكسب والخساره، المكسب الحقيقي بالنسبه لي هو مشاركتي في البرنامج. مش مبسوط بقى في اول فقرتين عشان كان في غياب في التركيز، والحمد لله خدنا ثقه وعرفت ارجع في الماتش بعدين. عيلتي النهارده معتمد عليها في اساسيات الرياضه والتكنولوجيا، ان شاء الله اجاوب عليهم واساعدهم في ماتش النهارده. عائلة أندراوس الحمد لله على السلامة. السلامة يا مستر، وألف مبروك المكسب. الله يبارك فيك. احتفلتوا بقى ولا لا؟ تالتة ثانوي بنذاكر. بنستعد أكتر. كويس جميل. شعورك إيه بعد ما كسبت أول ماتش كده؟ وأول مرة تشارك و... أنا كنت فرحان بس يعني مش راضي عن المستوى الصراحة. معلش بص، أول مباراة ليها برضو توتر والاستوديو وأول مشاركة، ولكن بعد ما بنكتسب خبرة بنقعد هادين بقى. وليه رأيك؟ أكيد طبعًا. أستاذ رامي أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ خير الحمد لله نشكر ربنا. رأيك إيه في الفريق؟ فريقنا كويس وممتاز، بس هو الرهبة لأول مرة والوجود جوه البرنامج غير إنك نشوفه من بره طبعًا. حاجة تانية خالص. جميل. كورولوس جبت كام نقطة الماتش اللي فات؟ 75. هما 65 نقطة. أفضل لاعب في فريقك نحييه كلنا. احكي لي بقى، استعديتوا بشكل مختلف؟ كسكن كل واحد عايش في محافظة مختلفة، فاحنا كنا بنتواصل اونلاين وحاولنا نستعد بشكل اكبر، بس يعني كان في مشغوليات اكتر يعني. تمام. استاذ نبيل اخبارك ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. مين اول حد بلغته ان انت كسبت؟ المدام عندي في البيت. قالت لك ايه؟ قالت لي مبروك. وعملت لي رز باللبن. بجد؟ عيلة اندراوس ماتش النهارده مش هيبقى سهل، بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عائله اندراوس. اما العائله الثانيه واللي مشرفانا في الاستوديو هم كمان اول مشاركه وكسبوا فريق اصحاب خبره من كفر شكر محافظه القليوبيه. نلعب كلنا بعائله سليم. اكتسبنا خبره من الماتش اللي فات وداخلين ماتش النهارده اهدى، وان شاء الله هنكسب ونوصل لدور التمام. انا اكتشفت ان كرسي العباقره مختلف تماما عن كرسي التشجيع، في توتر اكتر، في اسئله كتيره بنكون عارفينها بتضيع، لكن النهارده ان شاء الله نحافظ على هدوءنا ونعمل ماتش كويس. انا كنت افضل لاعب الماتش اللي فات، وده اداني حافز ان انا استعد اكتر، ان شاء الله احافظ على المستوى اكون افضل واساعد في الفوز النهارده. انا الماتش اللي فات ما كنتش راضي عن ادائي، بدات مني سؤال التكنولوجيا، لكن المره دي هستعد بشكل مختلف وان شاء الله اقدر ادي اداء كويس. عائلة سليم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وألف مبروك المكسب. الله يبارك فيك. الحمد لله يا ابني. محمد ازيك يا محمد؟ الحمد لله. احكي لي بقى شعورك ايه؟ والله يعني دي تاني مشاركة ليا، وحاسس بشعور حلو قوي ان انا جيت البرنامج ده، وانا كان من نفسي من وانا صغير شوية كمان اكون عايز اشارك في البرنامج ده. كان نفسك من زمان بقى؟ من امتى؟ يعني مثلا من سنة خمسة كده، سنة رابعة. طيب بتحب مين من العباقرة؟ يعني مين الشخصيات اللي لفتت انتباهك؟ طبعا محمد زوقة وبنت عمتي أميرة رجب واخويا طبعا. واخوك طبعا، اخوك افضل لاعب الماتش اللي فات جاب 65 نقطه هو كمان، نحييه كلنا.
استاذ سليم اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. احتفلت ولا لا؟ طبعا الحمد لله. احتفال ازاي بقى احكي لي؟ اول ما ربنا كرمنا وكسبنا بلغنا الحاجه في البيت، قالت انا بدالكوا طول اليوم طبعا، وعملت لنا بطاطس باللحمه. لا يعني بطاطس باللحمه ورز بلبن. يعني انا ممكن اتغدى واحلي كمان. على غرار صعيدي في الجامعه الامريكيه. مع رز معمر. مع رز معمر. ورز... لا ده شمس بتغزني. ورز معمر. طيب يا شمس قولي لي بقى، مين اول حد بلغتيه ان انتوا كسبتوا؟ اميره بنت عمتي، وبابا طبعا كان في ساعتها بيتصل بماما، فقلت بقى انا اكلم اميره افرحها، وكانت مبسوطه جدا الصراحه، وقالت لي اهم حاجه ان انت استمتعت وانبسطتوا. بس استعديته بشكل مختلف يا احمد؟ يعني هو كل واحد فينا برضه كان في مكان، يعني انا والدي في اسكندريه وهم موجودين في القليوبيه، بس يعني كنا بنتجمع مع بعض اونلاين، تمام؟ بنذاكر مع بعض وكل واحد. حاجه ان عباقره العائلات جمعتكم سوا. بالظبط. كفرقتين كده، شايف كل حد في مكان ولكن بتتجمعوا سوا. بقول مثلا بابا كان بيبقى في الشغل مشغول طبعا طول اليوم وبيرجع متاخر، كنت ساعتها ايوه بابا سلام عليكم، فهو فاكرني بطمن عليه، ايوه بابا مين ملحن اغنيه مثلا؟ اسالني سؤالي على طول. لا معايا تكلمني ورايا سيكشن وتقول لي ايوه في اي قاره تقع. برافو عليك يا شمس. طب يعرفوا يجاوبوا ولا لا؟ طبعا اسئله مفاجاه. طبعا النهارده ديربي القليوبيه. بالظبط. كفر شكر والخصوص عيله سليم، جاهزين لماتش النهارده؟ ان شاء الله جاهزين. بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيله سليم. النهارده معانا جمهور مالي الاستوديو من كليه تربيه نوعيه جامعه القاهره، بحييكم وبشكركم على الحضور. لا وبعدين الحقيقه السعاده باينه عليهم، ابتسامه جميله جدا في المدرجات. بس عندي سؤال، هو انتوا ما عندكوش ولاد؟ يعني كله بنات كده؟ الولاد فين طيب؟ عملتوا فيهم ايه؟ وديتوا الولاد فين؟ الموسم السادس لعبقرة العائلات، ست فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو أكمل مقطع الأغنية التالي، بكرة بيخلص هالكابوس. جونيا بطرس وبدل الشمس بيطلع نور. لا بيطلع نور؟ ايه بيطلع نور دي؟ إجابة مظلمة. في إجابة؟ وبدل الشمس ايه؟ نجدد النور؟ محمد ما انت ما ينفعش تبقى شاعر. وبدل الشمس بتضوي. ايوه شموس. يا شمس طب اعمل ايه انا دلوقتي بقى؟ اختار مين بقى يبتدي الأول؟ المفروض شمس هي اللي تجاوب بصراحة. علشان شمس ما جاوبتش. لا لا انا هبتدي باندراوس. الاغنية من غناء الفنانة الجميلة جوليا بطرس والحان زياد بطرس. تحبوا تبتدوا الاول؟ مش مشكلة ماشي تمام. قمة الروح الرياضية، برافو عليكم. عيلة اندراوس هتبتدوا الاول، واول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء، جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. قالت أندراوس إمتى يا جميل الجوكر؟ لسه معرفش والله شخصيته اتغيرت، ابتدى يتخابس. اللي علمك ده كورولوس أنا عارف. جغرافيا، والسؤال هو يقع وادي رومزدالن بإحدى الدول الإسكندنافية، فما هي؟ طول الوادي حوالي 60 كيلومتر، من أكبر الأودية في أوروبا، مكان سياحي مشهور بسبب جماله. أربع ثواني. كرولوس إجابتك. النرويج. النرويج. إيه اللي وداك النرويج؟ مكان يعني سياحي وجميل شوية، في مناظر، في حاجات طبيعيه اكتر. يعني بقيه الدول الاسكندنافيه ما فيهاش اماكن سياحيه؟ فيها. يا كرولوس اجابه صحيحه فعلا. النرويج. 10 نقاط لعيله كرولوس. عيله سليم سؤال في الجغرافيا،
امتى محمد الجوكر؟ الجغرافيا ان شاء الله. دوس على البازر. سؤال مش سهل. جغرافيا والسؤال هو. في اي دولة اوروبية تقع صحراء اكونا؟ منطقة شبه قاحلة في توسكانا. فيها تكونات رملية بيضاء نادرة. توسكانا. اسبانيا. موافق؟ عندنا اجابة تانية. في اجابة تانية. شمس. اجابة خاطئة. دول 20 نقطة هيطيروا اعتقد كده. كرونوس اجابتك. برتغال. لا حظكوا حلو، حظكوا حلو جدا. اجابة خاطئة. 50-50. يا زائد 20 يا ناقص 10. ندوس على البازر. الإقليم ده بيعيش فيه حوالي 4 مليون واحد. اختارين سويسرا إيطاليا. توسكانا. إيطاليا. كلهم قالوا لك سويسرا. ليه 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 مشيتي ورا رأيك؟ اللغة، حسيت اللغة توسكانا لغة إيطاليا. عندها شخصية. إجابة صحيحة. فعلاً إيطاليا. كنتوا هتبتدوا بناقص 10، بقيتوا 20. 20 عائلة سليم، 10 عائلة أندراوس. عائلة أندراوس. سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو. حدثت معركة فخ بين الثوار العلويين وإحدى دول الخلافة عام 786 ميلادياً، فما هي؟ الثورة دي كانت بسبب اضطهاد خلفاء الدولة دي للعلويين في عهد موسى الهادي، كانت بقيادة الحسين وده حفيد الإمام الحسين ابن علي. تم إعدام الحسين وعدد كبير من العلويين، وهرب إدريس ابن عبد الله للمغرب وأسس دولة الأدارسة. إجابتك. الخلافة العباسية. الخلافة العباسية. إجابة صحيحة. برافو عليك يا نبيل. مهمين جدا عشان دول. تعادل 20-20. عائلة سليم. تاريخ والسؤال هو. من هو القيصر الروسي الذي باع أراضي ألاسكا للولايات المتحدة الأمريكية عام 1867 ميلادية من خلال معاهدة اتوقعت في 30 مارس في السنة دي؟ ألاسكا اتباعت ب$7.2 مليون. اتوقعت ما بين وزير خارجية أمريكا والسفير الروسي في واشنطن. رومانوف. رومانوف دي الأسرة الحاكمة. شمس. إجابة خاطئة. فرصة 10 نقاط. مفيش إجابة. مفيش إجابة. الإجابة الصحيحة ألكسندر الثاني. أول سؤال ما يتجاوبش. سؤالين في الأدب وأول سؤال لعائلة أندراوس. إحنا هناخد ذكر في العلوم شكلنا. آه في العلوم. تمام. أدب والسؤال هو. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف كتاب في مديح الرواية؟ اتنشر في 2004 مجموعة مقالات مختلفة عن الروايات اللي بيحبها الكاتب. بيكلم فيها عن كتاب زي نجيب محفوظ. أول أديب حصل على جايزة البوكر العربية. بهاء طاهر. بهاء طاهر. إجابة صحيحة. فعلا الكاتب الراحل بهاء طاهر. 30-20. هالة سليم. أدب والسؤال هو. كل الأشياء هي رواية الكاتبة كويتية معاصرة، فمن هي؟ اتنشرت 2017
بتتكلم عن الكاتب اللي بيزعج السلطة، وبعد كده بيتحول لعبرة. لا يوجد أبطال، كلنا تروس. أديبة كويتية. أحلام مستغنمي؟ أحلام مستغنمي جزائرية طبعاً. إجابة خاطئة. مفيش إجابة للأسف. بوسينة العيسى. سؤال طار من عيلة سليم. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة، علوم وعايزين الجوكر يا عيلة أندراوس. علوم، والسؤال هو: اخترعت نانسي ماريا جونسون فريزر الآيس كريم اليدوي، فما هي جنسيتها؟ حصلت على براءة الاختراع 1843، فيها زراع معدني يدوي علشان تضغط الآيس كريم. باعت براءة الاختراع دي ب 200 200 ايه بقى؟ أمريكية؟ $200. إجابة صحيحة، أمريكية فعلا. أشي نقطة، نتيجة اتغيرت، 50 عائلة أندراوس، 20 عائلة سليم، والعشر نقاط دول بقوا مهمين جدا. علوم والسؤال: في أي جزء بجسم الإنسان يوجد العظم الصنعي؟ دول عددهم 10 عظمات. ما بين الأصابع والرسغ. الكف. الكف أو اليد. إجابة صحيحة. أنا خفت تروحي للرجلين. 10 نقاط، 30 عيلة سليم، 50 عيلة أندراوس. مباراة حلوة والنتيجة قريبة ولسه بدري. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 80 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. الموسم الـ 32 لبرنامج العباقرة، الموسم السادس لعباقرة العائلات، وهفكركم بالنتيجة. عائلة أندراوس الخصوص الأليوبية 50، عائلة سليم كفر شكر الأليوبية 30. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة 4 أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اثنين شمس ورامي. رامي وشمس، اتفضل يا أستاذ رامي. يلا يا شمس، سؤال بعشر نقاط، معلومات عامة، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لبنك الألفية للبذور؟ ما لحقتش أقول لك أي معلومات، أعتقد كل المعلومات كاملة. إجابتك سويسرا. إجابة خاطئة. ابتدى عمله سنة 2000، هدفه الحفاظ على النباتات خارج موطنها الأصلي. بيشترك فيه 190 دولة، متخزن فيه أكتر من 38 ألف نوع من بذور النباتات. المفاجأة بقى إن فيه أكتر من 2 مليار بذرة في البنك ده. دولة أوروبية هي إيه؟ ألمانيا. ألمانيا، إجابة خاطئة. في إنجلترا، في جنوب لندن. تفضل. السؤال اللي جاي في الرياضة، أستاذ سليم تفضل، ونبيل. أستاذ نبيل تفضل، وهنشوف السؤال اللي جاي وروح رياضية. تمام، رياضة والسؤال هو:
من هو ثاني أكثر المحترفين المصريين تسجيلاً للأهداف حتى عام 2023؟ سجل أكثر من 100 هدف مع 4 أندية. صلاح. محمد صلاح الأول طبعاً. إجابة خاطئة. مع 4 فرق. في إجابة؟ حسام حسن. أنا بقول المحترفين المصريين. ها المحترفين. طبعاً إجابة خاطئة. مع ريو آفي البرتغالي وسبورتينج براغا البرتغالي أولمبياكوس اليوناني وألانيا سبور التركي، مين يا كرولوس؟ كوكا. كوكا. أحمد حسن كوكا. هارد لك، تفضل. عايزين نحيي الحقيقة طبعاً. برافو عليه، ده رقم مهم جداً. تاني هداف. عنده سوء حظ في منتخب مصر، مش عارف ايه. حظه مش حلو مع المنتخب فعلا، ولكن ربنا سهل باذن الله يعني يقدر يعمل حاجه كويسه معانا. هي لو جاب جول مره واحده باذن الله. باذن الله ان شاء الله. السؤال اللي جاي محمد، اتفضل يا محمد. وجميل، جميل ومحمد. تكنولوجيا، والسؤال هو في اي دوله اسيويه تم اطلاق محرك البحث سوجو؟ الصين. الصين إجابة صحيحة. اتأسس في 2010 وإيراداته وصلت لحوالي مليار دولار. محمد مركز أكتر منكم، برافو عليك يا محمد. أحمد وكرولوس، كرولوس وأحمد. النتيجة 40-50. يا أندراوس يحافظ على التقدم، يا أحمد يتعادل. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 240 على 3 زائد 7 في 13 يساوي كام؟ زائد 7. هو ده سنة. هو إجابتك عندنا؟ أوه. 171. 171 إجابة صحيحة. شتا عند هو، شتا عند هو. لا المدور عندك أنت. أنا شتا عند هو افتكرت. لا طبعا. هارد لك يا أحمد، اتأخرت الثانية. 171، برافو عليك يا كرولوس. النتيجة اتغيرت، 60 أندراوس، 40 عيلة سليم. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة، اتفقنا؟ سينما ومسرح، والسؤال هو فنان راحل قام بدور كوارع في فيلم سي عمر، فمن هو؟ إجابتك عبد الفتاح الأسر. هو كان في الفيلم هو نجيب الريحاني وزوزو شكيب وستيفان روستي، ولكن مش هو اللي عمل دور كوارع. إجابة خاطئة. أرضك كان صاحب عبد الفتاح الأسري في الفيلم. عبد العزيز إيه؟ عبد العزيز أحمد. افتكرتوه طبعاً، عارفين شكله بس مش عارفين اسمه. أدينا عرفنا اسمه. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو من هو ملحن أغنية حلو يا حلو للفنانة صباح؟ كلمات محمد حلاوة كانت بمناسبة الوحدة مع سوريا. محمد إيه؟ محمد أبو هب. لا مش محمد عبد الوهاب. إجابة خاطئة. محمد الموجي. دوس على البازر. محمد الموجي. محمد الموجي إجابة صحيحة. محمد الموجي 10 نقاط. النتيجة 50 عائلة سليم، 60 عائلة أندراوس. لوحات ومعالم، والسؤال هو تضم حديقة الدراجات أكبر مساحة مخصصة لرياضة الدراجات في الشرق الأوسط، ففي أي محافظة مصرية
تقع. تم افتتاحها في 2019. 3 كيلو متر مسارات للعجل. إجابتك جنوب سيناء. إيه اللي يوديك جنوب سيناء؟ شرم الشيخ من المسارات والأماكن الفاضية والسياحية، أقصد شرم الشيخ كانت لها دور. إجابة خاطئة. الحقيقة الشوارع في شرم كلها تصلح للعجل. ما هو ده اللي أنا فكرت فيه، إن هي لا. ممتازة. محافظة القاهرة؟ فين في محافظة القاهرة؟ مدينة نصر. لا، في مدينة المستقبل. إجابة صحيحة. على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي. تعادل 60-60. ديربي الأليوبية. السؤال اللي جاي هيفك الاشتباك. السؤال اللي جاي عايز سرعة بديهة بجد. ركز يا جميل، لك ممكن تخطف البازر. سرعة البديهة والسؤال هو: ما هو اسم الدولة الإفريقية التي تعبر عنها الرموز في الصورة؟ كاميرون. برافو عليك، إجابة صحيحة. هي كاميرا وان. أيوة. هي الكاميرا، هي سرعة بديهة فعلا. سؤال كان سهل ولكن عايز حد يلقط الفكرة. النتيجة اتغيرت: 70 عيلة سليم، 60 عيلة أندراوس. طبعا لسه بدري جدا، والمباراة دي شكلها كده ايه، لغاية اخر فقرة كده هنبدأ رايحين جايين. خلينا نشوف، هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 130 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. عباقرة العائلات الموسم السادس، مباراة ديربي الأليوبية. وأفكركم بالنتيجة: عائلة سليم كفر شكر 70، عائلة أندراوس الخصوص 60. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. شمس هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. تفضل أستاذ رامي، تفضل مكاني. مين اللي دربك على تحت الضغط؟ كرولوس اللي كان أكتر واحد. كرولوس أكتر واحد، تمام. حضرتك هتقف هنا، عندك كاونتر، عندك 45 ثانية، 10 أسئلة. عايز الإجابات بصوت واضح، الأسئلة مش صعبة. اتفقنا؟ نطمن على شمس. شمس تمام. تحت الضغط كاونتر. كم عدد ألوان علم دولة بلجيكا؟ 3. صح. في أي قارة يقع خليج البنغال؟ آسيا. صح. العسكري الأسود هي رواية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ يوسف إدريس. صح. فنانة قامت بدور وداد في فيلم هستيريا، فمن هي؟ باس. عن أي دولة أوروبية استقلت فنزويلا عام 1811؟ فرنسا. غلط. ما نظام الحكم في دولة موزمبيق؟ جمهوري. صح. كم عدد الساعات في 10 أيام؟ باس. في أي غدة بجسم الإنسان توجد خلايا بيتا؟ نخامية. غلط. طير بينا يا قلبي يا أغنية الفنان مصري راحل، فمن فوزي. صح. ما هو منتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 2018؟ اسبانيا. فرنسا. فرنسا. معلش انت عكس. تفضل. كويس، مش وحش، كويس والله كويس. 5 إجابات صح من 10، كويس. سليم، عايزين شمس تنضم لينا، هنشوف شمس هتعمل ايه. كويس، مش وحش. شمس، أنا قلت 10 أسئلة كاملين. تفضل قدام. تحبي تعرفي كم إجابة صح؟ لا. خليها مفاجأة؟ اتفقنا. أسئلة مش صعبة، بس صوتك لازم يبقى عالي. تمام. أيوه بالظبط كده. تحت الضغط كاونتر. كم عدد ألوان علم دولة بلجيكا؟ 3. صح. في أي قارة يقع خليج البنغال؟ أفريقيا. غلط. العسكري الأسود هي رواية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ يوسف السباعي. غلط. فنانة قامت بدور وداد في فيلم هستيريا، فمن هي؟ باص. عن أي دولة أوروبية استقلت فنزويلا عام 1811؟ ألمانيا.
غلط، ما هو نظام الحكم في دولة موزمبيق جمهوري. صح. كم عدد الساعات في 10 أيام؟ 600. غلط. في أي غدة بجسم إنسان توجد خلايا بيتا؟ كبد. غلط. طير بينا قلبي أغنية الفنان مصري راحل، فمن هو؟ عبد الحليم. غلط. ما هو المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 2018؟ كأس العالم ساحل العاج. لا لا، فكرت أفريقيا. معلش، هارد لك. تفضلي. إجابتين صح من 10 وخمس إجابات صح من الأستاذ رامي من 10. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. فنانة قامت بدور وداد في فيلم هستيريا، الفنانة الجميلة عبلة كامل، عن أي دولة أوروبية استقلت فنزويلا عام 1811 عن إسبانيا؟ كم عدد الساعات في 10 أيام؟ 10 في 24. ما فيش أسهل من كده. 240. في أي غدة بجسم إنسان توجد خلايا بيتا؟ بنكرياس. عندك الإجابة. المنتخب اللي كسب كأس العالم في 2018 طبعاً فريق فرنسا. كلنا نحيي شمس والأستاذ رامي. أستاذ رامي شمس، تفضل. النتيجة اتغيرت وعائلة أندراوس تقدمت. ما احنا رايحين جايين مباراة كده من أولها. رامي كنتوا كام؟ كنا 60. وخمس إجابات صح؟ 25. يبقى 25. وعشر نقطة دية 95. 95. شمس كنتوا كام؟ 70. وإجابتين صح؟ 80 و25. تتقدموا بإذن الله. 95 و25. 120. تحافظوا على التقدم. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين جميل ومحمد. محمد وجميل اتفضلوا. جميل ومحمد، محمد وجميل. سؤال عائلي. جميل، هسألك عن باباك نبيل، ومحمد هسألك عن باباك أستاذ سيدي. تمام. اتفقنا؟ هاخد منكم الإجابة. سؤال الأول. إيه أكتر ماتش وهدف ولاعب باباك بيحبه في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك؟ أنا عايز الماتش واللاعب والهدف، واللي هيجاوب اكتر اجابات صح هحسب له الهدف. تمام. انا كده خدت الاجابه من جميل وخدت الاجابه من محمد. اسمع اجابتك بقى، ايه رايك؟ خلينا الاول في احلى جون. كلمين لمين يعني في ماتش القمه يعني؟ شيكابالا يعني. شيكابالا اول اجابه صح. تمام. طيب اللاعب المفضل؟ شيكابالا برضو. برضو؟ آه. ماشي، يبقى كده هدفين. أني ماتش بقى؟ هو احنا اتغلبنا فيه عموما يعني. بتاع القضية مش هتفرق، انتوا بتتغلبوا على طول، مش هتفرق. نهاية القرن؟ دي بقى للأسف الشديد غلط. خلاص كده احنا عندنا 2 من 3. بس الحقيقة باباك عنده روح رياضية عظيمة. نهاية القرن هو الماتش المفضل ليه؟ انت عارف ليه؟ عشان جون شيكابالا كان حلو قوي، او احنا لعبنا فيه برضه شويه. وانتوا لعبتوا كويس الحقيقه يعني. لا بعدين ماتش الاهلي والزمالك بتاع الكاس النهائي، الحقيقه انا بعترف، انا كاهلاوي بعترف، الزمالك لعب بالماتش احسن من الاهلي، ولكن احنا لعبنا 10 دقايق، الاهلي لعب 10 دقايق بس. يعني احنا كسبنا الكاس ب 10 دقايق. استاذ عصام انا ضغط بيعلى يعني. ألف سلام عليك. لكن بجد والله الزمالك لعب أحسن من الأهلي بكتير. لعب امبارح في ماتش الكاس اللي اتلعب في السعودية، ولكن الزمالك كان حظه وحش. مش مقياس. مش مقياس طبعا. طيب أستاذ سليم. اللاعب؟ مجدي أفشة. مجدي أفشة. تمام. واحد. الجون هو اللي جاب الجون برضه مجدي أفشة. بص محمد رأيه بقى مختلف. حسين الشحات. جميل، عشان من البلد من عنده. شفت بقى محمد الحقيقة عنده حق، عنده ولاء
اي بس هو ما جابش جول، ما ده اللي انا قصدي فيه يعني. بس هو كتب حسين الشحات. هو لا هو يسعد محمد قصدي لعب برضه حلو يعني على الماتش اللي قبليه لما حسين الشحات جاب جول. تمام. للاسف الشديد مش حاضر احسبها اي اهداف. الهدف لجميل الهدف الاول. فضلك يا محمد. عندنا الاساتذه رامي وسليم، استاذ سليم واستاذ رامي. هدف بلا مقابل. السؤال الثاني، فنون، من هو الفنان الراحل الذي قام بدور ابراهيم في مسلسل جمهوريه زفته بطوله حسن حسني وصابرين، محمد منير، تيسير فهمي، عبد الرحمن ابو زهره؟ خساره، ده دور جميل جدا لفنان محترم ممدوح عبد العليم. هاردلك اتفضل. من تأليف يسر الجندي وإخراج المخرج القدير إسماعيل عبد الحافظ. كرولوس وشمس، شمس وكرولوس. السؤال الثالث، جغرافيا، في أي دولة خليجية يقع سد وادي بيشة؟ ياه هقول لي كل المعلومات. إجابتك إمارات. الإمارات إجابة خاطئة. أكبر سد خرساني في منطقة الشرق الأوسط، بيزيد ارتفاعه عن 103 متر، طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب. دولة خليجية إيه يا شمس؟ السعودية. السعودية الهدف الأول. سد الملك فهد ابن عبد العزيز، هدف مقابل هدف. الأستاذ نبيل والأستاذ أحمد، الأستاذ أحمد والأستاذ نبيل. بصوا بقى، السؤال ده عن ماتش كلنا شفناه، اللي هيفتكر. السؤال الرابع، رياضة، من هو اللاعب الذي أحرز هدف فوز منتخب مصر على المغرب في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2022؟ الهدف الثاني في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في مرمى ياسين بونو في الدقيقة 99 في الشوط الإضافي الأول. إجابتك محمد صلاح. محمد صلاح الأول. إجابة خاطئة. مين؟ إجابتك عماد متعب. عماد متعب كان في الاستوديو التحليلي. أنا قلتها كده وخلاص. يا نهار أبيض، عماد متعب. مين يا كرولوس؟ تريزيجيه. طبعا تريزيجيه. إجابة خاطئة. محمود تريزيجيه. هو حد ينسى الجون ده؟ مش مصدقك والله. كان بينسى هنا بس. اشمعنى بقى؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ حضرتك ليك هيبة كده. هيبة؟ أنا مالي. هدف مقابل هدف، وفي الحالة دي هنلعب على الهدف الذهبي، سؤال واحد بخمسة وعشرين نقطة. الهدف الذهبي، معلومات عامة، ما هو النبات الموجود على أغلب أعلام محافظات إقليم القناة في مصر؟ قصدي الزيتون. أستاذ سليم الهدف الذهبي. فعلا غصن الزيتون. 25 نقطة، النتيجة اتغيرت، 105 عيلة سليم، 95 عيلة أندراوس. طبعا لسه بدري، لسه عندنا يعني 80 نقطة 90 نقطة في ديربي الأليوبية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 200 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. العائلات الموسم السادس وديربي محافظة الأليوبية. وأفكركم بالنتيجة، عائلة سليم كفر شكر 105،
عيلة أندراوس الخصوص 95. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ هيبقى عندنا سؤالين لكل عيلة، ولكن قبل ما نسأل أول سؤال في عجلة الحظ عايز أروح لجمهور فارس محمد سيد. إزيك يا فارس؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ عندي 14. 14 سنة. فريق الإعداد قال لي إن صوتك حلو. إن شاء الله. مين اللي قال لك إن صوتك حلو؟ عيلتي كلهم قالوا لي إن صوتي حلو، أصحابي، كل الناس. كل الناس بتقول لك صوتك حلو؟ آه الحمد لله. طب هنسمع إيه؟ أغنية رمضان. رمضان في مصر حاجة تانية للفنان حسين الجسمي. جميلة جدا، أغنية حلوة أوي. سمعنا، اتفضل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك وتصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومانة وكوتشينة، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. صوتك حلو فعلا والأغنية دي حلوة، يعني اختيارك جميل. فرصة ان احنا نحيي الفنان القدير حسين الجسمي، دايما بيقدم لنا اغاني حلوه ومختلفه، وهو بيحب مصر جدا واحنا المصريين بنحبه جدا. بشكرك. شكرا. بشكرك جدا. نرجع لحلقه النهارده والسؤال الاول. مورين رامي، وهنشوف السؤال الاول وموضوع السؤال ايه. علم. تمام. سؤال ب 20 نقطه ولا ب 30 نقطه؟ 20. 20 نقطه. علم والسؤال هو أدب. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف سلسلة دفاتر التدوين الأدبية؟ تم نشرهم في الفترة من 2003 ل 2010، 7 دفاتر. كرول استجابتك. أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق إجابة خاطئة. يوسف إدريس. يوسف إدريس طبعاً إجابة خاطئة، كان توفى من قبلها بكتير. الإجابة الصحيحة جمال الغيطاني. هارد لك. سؤال التاني نبيل محمد، أستاذ نبيل محمد، وهنشوف السؤال الثاني وموضوع السؤال ايه. علم. محدش احسن من حد. شكرا. شكرك يعني حتى في دي متعادلين سوا. سؤال ب20 نقطه ولا 30 نقطه؟ 20 نقطه. تمام. علم والسؤال هو علوم. يتكون اللب الخارجي لطبقه نواه الارض من عنصرين معدنيين ذائبين، أحدهما الحديد، فما هو الآخر؟ تم اكتشاف النواة 1936. عدى عليكم في المدرسة، يعني ده سؤال ممكن محمد اللي يجاوبه. الكالسيوم. كالسيوم طبعا إجابة خاطئة. كالسيوم إزاي؟ كرولوس. سيليكا. سيليكا. كرولوس إجابة خاطئة. النيكل. نيكل. ده سؤال كان سهل جدا. السؤال الثالث كروس نبيل، وهنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال إيه. قدرات ذهنية. تمام. سؤال ب20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البازر.
سلاح ذو حدين. لو ال 30 نقطة دول طاروا كرسان طيب. كرسان انت طيب. خلي بالكوا 15 ثانية ما حدش يستعجل. قدرات ذهنية والسؤال هو. حل المسألة الآتية. 12 زائد 19 زائد 23 في 9 يساوي كام؟ 12 زائد 19 زائد 23 في 9 يساوي كام؟ ثانيتين. كرولوس اجابتك 238. اجابة صحيحة. برافو كرولوس. 30 نقطة. عائلة اندراوس تقدموا 125 عائلة اندراوس 105 عائلة سليم. زي ما توقعت قلت الماتش ده عندي. مع اخر سؤال. اخر سؤال اسراء. اسراء محمد. وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا اسراء. فنون. سؤال في الفنون. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البزر. لو الإجابة صح ألف مبروك التأهل إلى دور الثمانية. لو الإجابة غلط هارد لك عائلة أندراوس إلى دور الثمانية حتى لو ما جاوبتوش. عايز أحيي العيلتين على الأداء بتاع ماتش النهاردة ديربي الأليوبية. فنون. والسؤال هو فنون. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور كامل سويلم في مسلسل العائلة؟ تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبد الحافظ. بطولة عبد المنعم مدبولي، خيرية أحمد، ليلى علوي، طارق لطفي، محمد رياض. فنان قدير. عبد الرحمن أبو زهرة. عبد الرحمن أبو زهرة. إجابة خاطئة. إجابتك محمود مرسي. محمود مرسي. إجابة صحيحة. عائلة أندراوس إلى دور الثمانية. ألف مبروك عائلة سليم. هارد لك. هارد لك. هارد لك. المباراة طارت مع آخر سؤال. هارد لك يا أحمد. هارد لك يا محمد. هارد لك يا شمس. بس عايزة أشكر والدتي الغالية اللي هي لولا ربنا ثم هي ما كناش جينا هنا. وأشكر بابا الغالي اللي دعمنا من أول ما فكرنا في الفكرة. وأخواتي الغاليين اللي هم ساندوني في العباقرة ورحنا مع بعض وجينا ورجعنا مع بعض. فشكراً لهم. وشكراً كمان لعيلتي الغالية اللي شجعونا حتى لو هم ما جوش بس على الأقل هم شجعونا ودعمونا. بشكر حضرتك وفريق الإعداد اللي بجد من أول يوم خالص في التصفيات هم كان ناس رائعين جداً. بشوشة وقمة الاحترام والتقدير. وحتى يعني من أول التصفيات لغاية ما جينا هنا صراحة تعاملهم جميل جداً. ربنا يبارك فيهم. بحييهم وبحيي حضرتك. شكراً لحضرتك. أشكرك كتير. أشكرك. شكراً شكراً. بصي حاجة مهمة جداً. إحنا برنامج العباقرة بنحب العائلات، بنحب الأصحاب، بنحب المدارس، بنحب الجامعات. يعني إحنا كفريق عمل بنبقى مبسوطين بيكو، بنبقى فخورين بيكو. عشان كده تحس إن جوه الاستوديو إحنا أصحاب. إحنا مبسوطين إن إحنا بقينا جزء دلوقتي من عائلة العباقرة. طبعاً نورتوا عائلة العباقرة. عائلة سليم بشكركم جداً جداً على الأداء الجميل في الموسم ده. وهارد لك ليكم. شكراً لحضرتك. نحيي كلنا عائلة سليم. عائلة أندراوس إلى دور الثمانية. مبروك. الله يبارك فيك. مباراة كانت صعبة وكانت متكافئة. ديربي ديربي يعني. ممتاز الصراحة. وأفضل لاعب كرولوس بـ80 نقطة. برافو عليك. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 260 نقطة. ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 5980 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. هشوفكم بإذن الله في دور الثمانية. وعائلة سليم بإذن الله هشوفكم تاني إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.
هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.